دولا دولا انا زهقت خلاص زهقت زهقت. تحب اقوم ارقص لك حضرتك؟ يعني ده اخرك يا دولا؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها لي هنا علشان تسليني؟ اسليك؟ يعني انا سايب بيتي واهلي وبنتي ومراتي عشان انزل اسلي اهلك؟ بقالنا ساعتين قاعدين في الهباب البازار ده، لا شفت لعنه فراعنه ولا شفت زفت. لو سمحت يا دولا احنا دلوقتي مش في ساعه شغل، يعني مفيش داعي تزعق لي. انا اسف يا حيوان. ايوه كده من غير زعيق. انا داخل بقى الحمام. اتفضل يا حيوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ يا رمزي يا رمزي انت فين؟ يا دولا ما انا قايل لك انا في الحمام. يا ابني بتهبب ايه في الحمام ده كله؟ يا دولا ما انا لسه ما كملتش ساعتين يا عم. ساعتين ايه؟ تقعد ساعتين في الحمام؟ ايه ده؟ ايه ده اللي بيحصل ده يا دولا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش انا قلت لك يا دولا احنا هنموت 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 يا دولا؟ ايه ده اللي بيحصل؟ مش عارف دولا، انا عايز اعترف لك بموضوع حاجه بتحصل عادي، الواحد مش ضامن عمره. ايه عايز تعترف بايه؟ ايه ما لا ما فيش موضوع دولا، ما يلا نروح احسن. نروح ايه؟ انت كنت بتقول عايز تعترف. ايه ده دولا؟ انا عايز اعترف بقى بموضوع اكبر من سلام. ايه اللي حصل دولا؟ انا سرقتك، انا حرامي يا دولا، انا حرامي واستحق الحرق. في دي عندك حرق. انا سرقتك يا دولا، فاكر يوم ما كان في ضيوف عندك قلت لي روح هات لنا من القهوه حاجه ساقعه وشاي، ها ورجعت وقلت لك من القهوه قافله. ايوه ده كان امبارح يا ابني. يعني انت ايه ده؟ يعني انت حرامي وانا مستحملك الفتره دي كلها وانت حرام؟ واستحملك ليه؟ انت ماسك عليا زله. يلا يا ابني اطلع بره. كانت قافله، كانت قافله. قفلت ايه؟ وايه موضوع سناء؟ ما فيش مين سناء قال الله. ايه موضوع سناء يا دولا؟ ايه ده؟ يلا بينا نمشي. اللي بيحصل يا رب يبقى حلم، يا رب يبقى حلم. يا رمزي عفريت، يا رمزي تعالى امسك، حط دي كده على راسك وحط ايدك كده وامسكها، هتبقى ان شاء الله كويس. خليك انت حاطه ايدك يا نقنق، انا تعبان. انت هتستظرف حتى وانت عيان. ايه ده؟ اهو فاق اهو، الحمد لله خضتني عليك. والله يا رجاله يعني مش شاكرين صراحه ان انتوا شلتوه جبتوه لغايه هنا، ما يستاهلش والله، كان المفروض ترموه. ايه ده دولت؟ دول عمال الغاز يا رمزي، كانوا جايين يحفروا ويركبوا مواسير جديده. احنا اسفين يا استاذ رمزي، احنا كنا جايين عشان نقول لكم ان الغاز جايز ينقطع، بس هيجي بكره ان شاء الله. الف هلا وشفا وتشكرين. اسفين يا رجاله، شكرين قوي، اسفين لتعبكم يعني. اتفضلوا والله ما كان له لازمه ابدا ان انتوا تجيبوه على هنا، يعني انا لو منكم ارميه في اي حته وخلاص. الف سلام. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. انا بقى هقوم اعمل لك كوبايه شاي، وانا بقى هعمل لك القهوه، وانا داخله نام. نقنق
الحمد لله يا نقنو، انا كنت فاكرها النهايه بس طلعت البدايه. انت عارفه يا نقنو، ما تتخيليش انا شفت شريط حياتي كله قدام عينيا. انت بتلاغي اختي في بيتي يا بلد اختي؟ يلا اطلع، يلا يلا اتكل على الله، روح على البازار نام هناك. يلا لا لا بازار لا يا دوله، لا بازار لا. هو ايه البازار لا؟ واحنا بننقي وهدي عشان دي احنا ماجرينها. لا يا دوله تبقى عشان تطمنوا عليا اكتر. احنا اطمننا خلاص. يلا يلا اتكل على الله. طب بص يا دوله انام هنا اهو. انت نام هنا اهو، خلاص البازار مفيش اي حاجه تقلقك هناك في البازار. يلا هنا هو جنب الشجره دي. يلا انا جنب الشجره. يا دوله اتكل على الله، اتكل على الله. في كزمور، يا ساتر. سقوط مروحيتين في النجف، يا ساتر. بناء وحدات سكنية للشباب، حجرتين وصالة، يا مسهل. بقولك ايه، صدعتني باللي سقط واللي وقع. شوف لنا حاجة فيها فرفشة كده، شوف لي حظك اليوم. تؤمن انت بالكف وبالحظ وبالكلام الفارغ ده؟ يا عادل اسكت، ده انا في واحد زميلي في المدرسة بيفهم يعني في علم الفلك والكلام ده، يعني مدرس فلك يعني؟ لا لا هو غاوي الكلام ده وبيفهم فيه. مسك كف ايدي يقراهولي، ساعة ونص ما سابش كف ايدي. ساعة ونص؟ ماسك ايدك؟ ساعتين الا ربع. ساعتين الا ربع ماسك ايدك؟ يا ابن اللذينة انت لسه فاهمة دلوقتي يا هاني؟ ماسك ايدك ساعتين الا ربع؟ ايه بيقرالك الكف ولا بيفكلك شفرتك؟ اوعي حد بعد كده يمسك ايدك ولا رجلك، فاهمة ولا لا؟ حاضر يا عادل حاضر، ما كنتش واخده بالي. حاضر، شوف لي حظك اليوم. اوعى حد يمسك ايدك. حاضر. انت برج ايه؟ الجردل؟ الدلو. الدلو. ما الدلو يعني الجردل معروفة يعني. يصلك مال عن قريب ما تنسناش بقى. حظك اليوم بيقول كده؟ يصلك مال عن قريب. لا انا على ما تنسناش بقى. اهي مكتوبة بين قوسين اهي. نفسي موعت وقفلت من حظك اليوم. خش لي على صفحه الحوادث، شوف لنا كده طريق مصر اسكندريه الصحراوي عامل كام النهارده. ايه في ايه؟ استني بقى ما اشوف الحادثه اللي على المحور جوه دي. ايه يا ماما، انت عملت حادثه مع الدولاب ولا ايه؟ هلاقيه يعني هلاقيه. هتلاقي مين؟ حرامي كان جاي مستخبي ان هو يسرق الشتوي مثلا ولا ايه؟ شتوي ايه وصيفي ايه؟ بدور على دفتر التوفير بتاع اختك سناء. اختي سناء، انصح واحده اختي سناء دي من زمان على فكره، وهي بتقعد تحوش بقى في حصالات صفيح، كانت بتعمل جمعيه بجنيه في الشهر مع صاحبتها. نصحه نصحه يعني. فرحان قوي، ده بدل ما تتكسف على دمك ان اختك جايبه دفتر توفير من وراك. وايه المشكله يا ماما؟ هو دفتر بفره؟ دي لاقيها شايله شيء وشويات وانت عارف. يا ماما ما تشيلي يا ماما، مش دفترها هي، حره فيه. لا بقى مش حره، انا مش طرطور هنا في البيت، لازم اعرف كل قرش داخل وخارج رايح فين. يا ماما اذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات بجلاله قدره ما يعرفش ياخد من سناء لحق ولا باطل. حلاقيه يعني حلاقيه. يا ماما تلاقي ايه بس يا ماما، هي حره. انت تحب حد يفتح بوكك؟ وهو بوكي يا حسره في حاجة؟ طب وروني كده؟ أنا مش عارفة، أنا كنت عايزة أقول إنسين. ماما ماما بصي يا ماما، إحنا هنا في البيت كعيلة متماسكة مترابطة متجانسة، ما ينفعش يا ماما إن إحنا نتدخل في خصوصيات بعض، لازم نحترم خصوصيات بعض. ماما بتدوري على حاجة؟ ما شفتيش الإشارب بتاعي؟ ما أنا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب ما أنا حلاقيه يعني حلاقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي.
بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. سناء الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرع العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما الكراسة دي مش بتاعتي، وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة مش بتاعتي دي ايه؟ تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟ حينما تفتحت كزهرات اللوتس برية كنت أحلم بفارس أحلام الذي سيخطفني على جواديه الأبيض الزرمك الشي. دي ما عندهاش قواعد لغة خالص، ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهكهكة، فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير يقود القطيع، لا أن يقودوه هو، وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحيانا كثيرة طقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيرا أحدى بنوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش شمطاء، دي شتيمة. دي شتيمة وحشة قوي يا ماما. وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو ايه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحيات شرفي، لاروح اجرجرها بشكرها واشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما، ولا يكون عندك فكرة، انا هقدبها لك. ازاي؟ بص يا ستي، انا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربهوش. بتعلقيه من رجليه؟ ليه يا ماما وانا منى الغولة؟ بسيبه على جنب وافضل ازله 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 لغايه لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري اضربيني وريحيني. طب ما تزليها تزليها، هتشوفي عيني ليكي. ديك النهار يا عادل أم ميرفت الأميرة الطيبة اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمة كده أنا حاسة إنها مش ولا بد، قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع التاني مين ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخان، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا ايه؟ معناها ايه دي بقى يا عادل؟ والله اللي انا اعرفه ان شمطاء دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم اسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده، خلاص بقى أم ميرفت الطيبة الحلوة الجميلة يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغودة اللي ما عندهاش دم. أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفت كده؟ بقولك ايه، شمطاء ومكرمشة بقى أم ميرفت مكرمشة، ده أحلى حاجة فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها، الغمزات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها ايه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب آخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، أحلى حاجة فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماما دي عجيبة. شوف امبارح ما كانتش طايقة أم ميرفت ومتضايقة منها جدا إنها أخرت إيد الهون ساعة اللي استلفتها منها، النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، إيه المشاعر الفياضة اللي أنت جبتيها دي؟ نزلتيها منين؟ من على النت؟ اسكت يا عادل، أما النهاردة حصل حتة حكاية. إيه حصل إيه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطفها على حصان.
طب على حصان هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ اشترط على فارس احلامها يخطف على حصان ابيض يكون زمركوشي. زمركوشي كانت عايزه تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني مالك يا حبيبتي، اعصابك تعبانه ولا ايه؟ في يا راني ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. بتدور على حاجة؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرنا مذكراتها. اه مذكراتها. اللي قالت عليكي فيها سايكو بربرية. واللي قالت عليكي فيها انك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشيت على عجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبيه وتخينه. يا دي المصيبه، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دليناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيره. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انت عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد. عارفه كويس قوي. اه ماشي حقك برضو. تعرف يا عادل؟ ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع ضرفه في الدولاب. قومي. ايه ده، معقوله يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي، اختي حبيبتي. يا سلام، انا بحب قوي الروح الجماعيه اللي بينكوا دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى، تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليك. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا حبيبتي، ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين. تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده، معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشترت لي الخدامه بتاعتك؟ رانيا يا ريت بسرعه تجيبي له الميه. حبيبتي حماتي. حاضر يا طنط. ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. والله رانيا
روني حبيبتي، انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سامبوكسات. ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بينا فوخي؟ حاضر يا سناء، حاضر يا سناء. بلاش بلاش مسلسلات، بلاش راحه. متشكره قوي يا رانيا، مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا؟ ايه ده انت قاعده تلعبي وسايبه المكوى قد كده؟ مكوه ايه؟ مكوه ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى، ارحموني بقى. انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجه، ارحموني بقى. ارحموني ارحموني. دي واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها؟ لا 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 بجد بحرم، حرام حرام بجد، لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامه بطارياتك يا حبيبتي. ماما لو سمحتي ممكن تجيب لها الشحن من التسريحه؟ عايزين ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف عايزين ايه بالظبط. ده انا لو جاريه من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعه وسبته حد اجازه. ليه جاريه في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخريه على كلامي. السخريه دي زي شمطاق بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما، هي قصدها سخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسة قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي، ده انا بحبك زي بنتي بالظبط، بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي فيك كبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. اف بقى. ياه يا رانيا، من زمان ما قعدناش مع بعضينا قاعدة حلوة زي كده. وعلى فكرة عادل، ده ليه تأثير سلبي غير مرئي على العلاقة اللي بيننا. عموماً تحب تطلبي إيه؟ ممكن أطلب بأي حاجة مختلفة متوازنة السعرات. طب تحبي نطلب مثلاً 2 مكرونة بخاصية الكبدة؟ عادل عادل عادل، انا قريت مسرحيه كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي ارنولد وشو. ارنولد وشو؟ لا انا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع ارنولد شوارزنجر. بص يا عادل، هو اي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعه بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والاحاسيس والاحتياجات. لو ما حصلهاش تفريغ، علماء النفس بيقولوا ان هو ممكن يجيله مشكله وحطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن ان انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليها، بس يعني انت عايزه توصلي لايه بالظبط يا رانيا؟ هو انا كنت مخبيه عليك حاجه يعني. عادل عادل، انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرت كنت هتقولي ايه. خنتيني 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 يا رانيا. بكهاش قوي يا باشمهندس. بس 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 تكلت على الله. خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي، انا خنتك بمؤلفاتي بكتاباتي. عادل بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع أجندة؟ لا بصراحة بقى، كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو أصلي يا عادل العلاقة بيننا فيها مشكلة طول الوقت، أنا بحس كده إن في حاجات ناقصة. هقول لك بعدين. أيوة يعني كتبتي إيه في الأجندة؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي أيام الإعداديتك مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكلة. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي وماسكينها عليا زله وعاملين يتامروا عليا وبيعملوني على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي انت بلطجي معاهم. ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا. رانيا ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش جزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلو يا رانيا، حلو حلو. ماشي حقك. تعرف يا عادل، تعرف يا عادل، تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ معادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه.
طب تعرف يا عادل، تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطفها على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط بتاكل وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ نسيت ولا ايه؟ هي حرة تركب أي حيوان هي عايزاه. ليش؟ دي رأيك. تمام تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. أنا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفي أو تدي لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكم. كده؟ تعرف يا عادل؟ ايوه عارف يا ماما ان رانيا كاتبه المذكرات بتاعتها، وتعرف كمان انها كاتبه انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيره. في جزيره؟ والله عامله زي القطط يا رانيا، جزيرتين اللي تعيشي فيها. انا مش خدتك قبل كده جزيره الشايف جنينه الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ هي حره يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قياده القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى عادل؟ بقى هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير قوي. انا رد فعل؟ ايه يا عادل انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ متخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي. خصوصياتي يا ام خصوصيات؟ تقولي عن الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش مدات احلامك وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصيات ايه يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسن اللي انت عصبي ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تقولي؟ يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجه. اقعد. مفيش حاجه اقعد؟ يعني انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجه؟ اصل بيني وبينك يا دول يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد يشجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز. تخصم لنا ايه دولة؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة؟ احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير معاد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه يا دولة؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص ما رمز. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هنا. بس يعني بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الاستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر وعندي بازار جنب القهوه، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجه يعني. لا 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 في الحقيقه مش هقدر اشرب اي حاجه. لا 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 ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجه يبقى كانك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائيه وعفويه. على فكره انت فنان فطري
لا لسه ما فطرتش والله، بس مفيقة ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الأستاذ رمزي. رمزي، تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على اساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. امي بقى اشربوا يا بهوات. تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي حلبسة يا رمزة حلبسة. حضرتك يعني انا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديده لحضرتك، واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحله مخاض فكري للاندماج اثناء ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر هات. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. سبعه ايام خاص. طقم سلطات مع سائح بكده تكتمل الصوره. دولا انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجليشنا بقى. رجليشكو ده انا هروقك. حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر ها؟ هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمه موزه ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باي. 9 والاهواجي يومين يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جري يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بيني، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قولي يا ستي عمل ايه سعاد تاني؟ سعاد عايز يعمل ندوة شعرية في البيت. بدل ما تعمل لنا حلة شعرية باللبن والسكر نتعشى بيها، رايح تعمل ندوة شعرية؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومة من الأكل. ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الأكل. وبعدين ندوة شعرية ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان انا اعمل ندوة شعرية؟ الأكرة بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوز اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح درفة الدولاب بتاعي. كل ما قفلها تتفتح كل ما قفلها تتفتح. عايز يكون فيها عفريت عادل. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهكس والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر،
فاشل في الشعر. انا مش فاهم في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه. وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه. مدرسته من لالو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط. ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله. ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه. فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعه الدول العربيه وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفه يعني. ودلوقتي يا جماعه بجد بجد الشعراء دول لو جم هنا البيت انا مستفيد، لان انا ممكن ابيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم احسن. يا ابني اسهل حاجه في الدنيا انك تقول شعر. اقول لك شعر ابو نواس بيونس الناس بح يا قفه يا قطه. هو اي كلام وخلاص. بص يا جماعه انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعراء دول هنا، كنت عايز ادي قيمه تانيه مختلفه للبيت. خليك في حالك. اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مظبوطه. حس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه. شغل تمسيه. تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا. الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه. عنده حس ضعاف شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عادل بلاش ربنا يتمم بخير دي. بصوا بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي استاذه في علم الجمال وباحثه اجتماعيه، اما الاستاذ ابراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في اهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخه الحظ بتاعتنا لما بيتحط اهداء في ديوان اي شاعر ما يبيعش اقل من 50 نسخه. يا 50 نسخه ما شاء الله. اهلا وسهلا استاذ فسوخه. اهلا وسهلا يا دكتور. والله يعني انا صراحه مش عايز اعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده شكسبير. قال ان الوردة ايا كان الاسم يعني مهما يكون اسمها ايه يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الأوضة ريحة. بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلان اعرفه قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت انا عايز اقول ايه؟ ما لكش دعوة خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لي ان في عشاء؟ استاذ عادل عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا. اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان. يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيده اللي هلقيها بعد ما نشوف ماتش الاهلي.
لا ماتش الاهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوه، انت ناسي ولا ايه يا استاذ عجلان؟ طب ما هو بتركة فنان برضو، مش ده ماتش الاهلي وطلخه؟ ايوه يعني هنسيب الندوه ونقعد نركز في طلخه؟ طلقه ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دوله، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي يا جماعه، بصوا بقى، يا اما الندوه يا اما اللحمه. جرى للبدنجان كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانه يبقى زي الزبده على طول. ايه في ايه؟ انت بوظتي البدنجانه. انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفه، اتاري اكلكم كله مدهول ومهرول. انا عرفت دلوقتي ليه. انا عايزه اعرف بقى سناء ليه ما بتنورش معانا البدنجان؟ ايه انور البدنجان؟ انا تقولي لي كده؟ انا امراه عامله، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، انا بربي نشء، زول المجتمع دي بتتفتح من صوابعي. انور بدنجان الان؟ ها فاضيالك انا عشان انور بدنجان؟ الولد ده حمار، اما ده بقى ده حيوان. قولي ايه اللي عندك بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده، ثانيه واحده بس عشان افضي المكان عشان عندنا ستات. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاة هنا اهو. يلا يا جماعه، يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيايه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقوره، مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحيه التانية. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا كمان يا بابي، قورت بتنجانيه. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كرة رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، مفيش فايده من الكلام معاه، تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. هجيب المايوه بتاعي يا مامي. ايوه حبيبتي خدي المايوه، يلا اتكلوا على الله. بسرعه يا دوله ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايوه كده دوله بقى، كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد، انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده، الشعر كله ماشي بالدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيده ايه؟ قصيده ايه؟ انت اتجننت؟ يلا ده ملوش دعوه بالحكايه دي، انه يهرج. يا ايوه انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه، ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر مش حد يقول شاعر اقعد يقول. ايه ايه انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحيه تحيه للناس اللي جايه في الحته دي في احلى تمسيه. امبارح امبارح وانا ماشي بالليل لوحدي قطرني امين شرطه، بصيت شمال قلت اه، بصيت يمين قلت اه، بصيت لفوق قلت اه برضو، بصيت لتحت قلت يما، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربية. جعت جعت كلت تقلت نمت، وحلمت حلمت ببكرة أحلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي مخصوم منك شهرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر، على فكره اكتبها لي عشان انشرها في الجريده. ما بعرفش اكتب.
ايه معقول الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمه جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيده المهمه جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المأفون. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل، عايز ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. محشي ايه في وسط مصر دي؟ بقول لك ايه، هات لي صباعين محشي. نية حضرتك سخنون. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبرى قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر الكليه. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجباك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده انا فرق. ماشي. اللحمة حمرة والرز بيضة والفتة حلوة. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ ادي الشعر، شعر ولا بلاش؟ ولا حتة اللحمة حمرة، يا سلام على وصفه للون الأحمر بتاع اللحمة، وصفها بطريقة بليغة عميقة الأثر ولطيفة المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ ده واقع، واقع ملموس ومأكول. مأكول ازاي حضرتك؟ ايه احنا مش هناكل لا ولا ايه؟ ايوه صحيح، هو الاكل فين؟ ايه الندوه الارديحي دي؟ انا انتوا جايين اساسا عشان تاكلوا؟ والله العظيم انتوا لا شعرة ولا اي حاجه، انتوا كلكم مبدعين. يلا بتكرع الله بره، اطلعوا بره. بتطردنا؟ ايوه بتركم. بتطردني؟ ايوه بطردك يا استاذ عجلان. اتفضل يا عم التت اتفضل. يا عادل يا عادل، اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها مخصوص علشانك، امسك فيه. يلا اتكلوا على الله. استاذ عادل، انت مستقبلك بدا يتلاشى قبل ان يبدا. يتلاشى؟ انت تعرف يعني ايه يتلاشى؟ يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكلوا على الله. انا غلطان، انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. شعر؟ بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع يا ابن، انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكه الشعر، تسلم وتعلم بقى من اخطائك مره في حياتك. اقعدي. اخطاء ايه اللي اتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي انا بقوله. يعني مثلا انا دلوقتي اقول لكم القصيده بتاعت يا مصر، هو انا هستنى او مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، انا داخله اقور المحشي. انا هقور الكراريس. الكراريس في الاوضه، في الاوضه، لازم اروح الاوضه. ماشي ماشي. رانيا بصي بقى هقول لك. بص يا حبيبي، انا بحبك قوي بس انا مضطر اخش لان انا ما وريش اي حاجه جوه. ولا رمزي ايه؟ هتسمع، انا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، انا كل ما اقعد معاك تخصمني. لا يا عم. تعالي هنا، تعالي هنا. عشان صغيره يعني تفتري عليا؟ عشان صغيره هسمعك غصب عنك. اسمعي، مين الهنم اللي بتديك رنة في ساعة زي دي؟ ده رمزي. عايز ايه رمزي ده؟ رمزي عايز ايه؟ الحقني يا دولة، الحقني، انا في مصيبة كبيرة يا دولة، انا هضيع منك. مصيبة كبيرة؟ تقوم مديني رنة يا غبي؟ ما هو الكارت هيخلص يا دولة، يا دولة انا هضيع منك.
عايز ايه يا عم الضايع؟ في ايه؟ لازم نتقابل دلوقتي حالا. بص يا رمزي، انا ممكن انزل دلوقتي واجي اقابلك، بس لو لقيت حاجه هبله ولا حاجه ممكن تستنى للصبح. انت بقى ما تستناش الشغل للصبح. طب خلاص يا دولا، مفيش مشكله. ماشي، ايه بقى هو الموضوع؟ عادل قوم افتح الباب، قوم افتح. اوه ده ايه الليله العجيبه دي؟ ايه يا دولا، في حاجه؟ باب بيخبط يا سيدي. طب ما تفتح يا دولا، يمكن واحده ست ولا حاجه محتاجاك في موضوع ما يستناش للصبح. يا دي الصبح اللي مش لاقي حد يستناه ده. دولا حبيبي دولا. حطي دي كده على راسك وحطي ايدك عليها كده وهتبقى كويس. طب واحط ايدي ليه؟ انا تعبان. ما تخلي انت ايدك شويه يا نقنق. نقنق ايه؟ امسك بنفسك، امسك. ايه يا ابني؟ ايه بتعاكس اختي في بيتي؟ انت اتجننت؟ ما تحكي بقى وتخلصنا. ايه الموضوع اللي انت مصحي فيه اكاديميه الفنون اللي احنا فيها دي؟ بص يا دوله، انت بعد ما انت سبتني امبارح في البازار بالليل وسبتني ومشيت، انا قاعد لوحدي بالليل يا جماعه في البازار ومش لاقي اعمل حاجه اعملها، يعني اسلي نفسي، فقلت ادخل الحمام. وبعدين فجاه سمعت اصوات غريبه بره الحمام. يا مامي. ايوه انا اتخضيت كده برضو زيكم. يا سلام، اتخضيت زيهم وقلت يا مامي؟ لا قلت يما. فجاه يا جماعه انا اتخضيت بقى وقلت اتشجع يعني. فبعد 5-6 ساعات كده رانيا قمت فاتح باب الحمام وخرجت. لقيت بقى التماثيل بره اتحركت، والشبابيك اللي انا لسه قافلها بايديا مفتوحه. يا مامي. وورق البرد يا نقنق كله مترمي على الارض. يا مامي. والخزنه مفتوحه. يما. الخزنه مفتوحه؟ ده حرامي يهبل، حرامي يهبل. لا يا دولة. حرامي، لا يا دولة، حرامي يهبل. خزنه مفتوحه، الهوا فتح. انا هبلغ البوليس. لا يا دولة مفيش مانع، يا دولة مفيش داعي، يا دولة مفيش داعي. بصي مفيش حاجه يا جماعه اتسرقت ولا اي حاجه اتحركت يعني. طب مش يمكن يا جماعه يكونوا يعني حراميه وبيتمرنوا لسه؟ او ممكن يكونوا حراميه ومش عارفين ان هم حراميه. طب ما يمكن رمزي هو اللي عملها وعامل فيها ناسي مثلا. يا جماعه يا جماعه، مفيش معنى غير واحد بس للحكايه دي كلها. ايه؟ لعنه الفراعنه. يا مامي. لعنه فراعنه دي لعنه الغباوه. ده حرامي يهبل. يا دولة. حرامي يهبل. يا دوله لا يا دوله، ما تكبرش يا عادل، الحسد جه في القرآن. حسد ايه بس يا ماما؟ ده حرامي. لا لا عادل، اوعى تروح البازار انت ولا الواد رمزي ده الا ما تجيبوا حد يفكك لكم لعنه الفراعنه دي. صح يا مرات عمي، صح. وبالمره بقى يصلح الحنفيه اللي عماله تنقط دي. ده على اساس ان احنا نجيب واحد خبير في الفراعنه وسباك في بروجرام واحد. بس يا جماعه ما تقلقوش، انا جات لي فكره. انا بكره الصبح يا جماعه هطلع على القرعه الفرعوليه، مش راجع يا نقنق الا والخبير في ايديا. ماشي، يبقى بكره تروح للقرعه الفرعونيه. مش اللي بيطلع في اللي هو بتاع فيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى مجانين اللي كان بيقول دي منطبه يا معلم منطبه؟ هو خليه بقى يركز بقى، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح؟ اوه وريه. ها حامل ده تمثال. الله اكبر الله اكبر، خرب بيتك. انت ما كنتش عارف ان هو تمثال؟ كنت طول الوقت بتبيعه على اساس انه ايه، خص وملانه. مبدئيا المكان ده ملعون. شفت شفت يا دولة، عشان انت ما كنتش مصدقني. شفت يا عم؟ كمل يا معلمه. معلمه؟ معلمه ايه؟ انا بروفيسور معايا شهاده الدي اتش اف تخصص لعنه فراعنه. يا اللي يخرب بيتك، بروفيسور تقول له يا معلمه؟ احنا اسفين جدا، اتفضل كمل يا اسطى. المكان ده مليان لعنات كتير قوي، بس انا مش قادر احدد كام بالظبط. انا شايف دلوقتي لعنتين، كل لعنه ألعن من التانيه. علي اللعنه، الراجل ما فاهم حاجه. يا دوله بقى يا دوله، خليه بقى يشتغل بمزاج. طب والعمل بقى يا كابتن؟ عمل عمل ايه؟ العمل عمل ربنا.
ونعم بالله ما قلناش حاجة، بس يعني حضرتك أرواح الفراعنة دي هتطردنا ليه؟ ده واحد أرواح الفراعنة يعني تضيع وقتها وتيجي تطردوا حضرتك، وبعدين حضرتك دي كلها يعني أثار مش حقيقية. آه لا حضرتك فاهم غلط، دي أثار الفراعنة فلازم تيجي تحميها. حضرتك دي تقليد لأثار الفراعنة عشان الأجانب يهدوها البعض يعني. يا دولة بقى ما تكبرش بقى يا دولة، أنت ما شفتش اللي أنا شفته امبارح يا عم؟ ما بيقولك أرواح الفراعنة. أنت برضو مش عايز تصدق. حضرتك أصدق إيه؟ إذا كانت أرواح الفراعنة دي مش عارفة تحمي الأثار الحقيقية اللي بتتسرق وتتصدر لبرة، هتحمي شوية تماثيل تقليد جوه بازار. لا أنا هقول لحضرتك بقى يا كوتش، بص الفراعنة واللعنة هما مالهمش دعوة، دول أثار تقليد ولا مش تقليد ولا أصليين، دي المصلحة بتاعتهم فلازم يجوا عشان يحموها، دي المصلحة من زمان قوي، يعني رزقتهم من 5000 سنة. رزقتهم من 5000 سنة؟ هما ليه بيشتغلوا فيها ومعابد وبتاع وأثارات وناس رايحة ناس جاية، في فلوس يعني. بقول لك يا أستاذ عادل، المكان هنا ملعون وفي لعنات كتير قوي، بس أنا ممكن أطلعهم لك وكله بحسابه يعني تقبجني. ايه يا عم ايه يا عم، انت جايب لي رفاعي طلع لي تعابين من المحل. حضرتك انا مش عايزك تطلع حاجة. مش هتطلع حاجة؟ اه وتفضل اطلع انت برا. انا؟ ايوة يعني بتطردني؟ اه ماشي اتفضل حضرتك برا. ممكن اخد الشنطة؟ اتفضل خد الشنطة وخد اللعنة. اتفضل واللعنة. واللعنة ماشي، بس هترزق على فكرة. ماشي ترزق بعيد عننا، اتكل على الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده حرام يا عم. يا دولة بقى يا دولة ما خليتوش يطردهم ليه بس يا دولة؟ طب انا دلوقتي بقى هبت في البازار ده ازاي دلوقتي؟ تقلقش يالا هترزق. عادل هو رمزي هيبات معانا النهارده ولا ايه؟ ايه ده؟ هو لسه قاعد لغايه دلوقتي؟ انا قلت اكيد زمانه زهق ومشي، ده بقى لي 3 ساعات. انت بقى لك 3 ساعات عمال تحل في الكلمات المتقاطعه. الناس دول اصلهم مش فاهمين. الناس اللي عاملين الكلمات المتقاطعه مش فاهمين؟ طبعا. بيقول لك اهو يا ستي، بصي كلمه مكونه من 8 حروف اهم، عن بلد بتشتهر بالبن، وسايبين 8 حروف. طب ما صح 8 حروف؟ لا طبعا، 5 حروف بس يا ماما. بولاء 5 حروف معروفه يعني، ودي اشهر بلد بتتاجر في البن البرازيلي. يعني مش البرازيل ذات نفسها يعني. بقول لك ايه، سيبك من الكلمات المتقاطعه وقوم حل لنا مشكله رمزي. يا ستي رمزي يعني هيجرى له ايه؟ شويه يزهق ويمشي، واكيد ما بيعملش حاجه. عادل احنا مش عارفين نقعد بحريتنا في البيت. خلاص اتمشي بحريتك في البيت. Scientific consensus is that we are causing global warming. يا رمزي الفيلم حلو ولا ايه؟ لا دول انا ما بتفرجش على التلفزيون. امال قاعد بتعمل ايه؟ دولة ما انا قاعد بتفرج على التلفزيون اهو. قاعد بتفرج على التلفزيون. طيب انت طبعا مش هتتعشى اكيد، انت متعشي يعني؟ لا والله طبعا لسه ما اتعشتش يعني. دولة ماشي يا عم، خد يا سيدي ادي نص جنيه اهو، خليه معاك وروح اتعشى، جايب لك كيس كشري مثلا. ربنا يخليك يا رب يا دولة. طب ينفع يعني اخليه معايا واقعد برضه اتعشى معاكم؟ لا مش هينفع عشان احنا هننام دلوقتي يا رب. يا راجل ألف سلامة، مع ألف سلامة. سلام عليكم، تصبح على خير. لا لا واحدة بس. أنا آسف أخرتكم. لا لا اتكل على الله. يا ساتر واد رخم رخامة بفانيلته الحمرة دي، وعلى طول جاي وقاعد وقاعد كأنه بيت أهله يعني، والتاوب قدامه أقعد أحسسه إن أنا متضايق من وجوده برضه ولا هو هنا. الناس ما بقاش عندها دم خالص. والاخ معانا هنا ولا ايه؟ لا انا قاعد مستني الاتوبيس. جريال يا رمز جريال، ما تقوم يا. لا يا دوله اقوم ايه، ما انا يستحيل ابيت هناك في البازار بعد اللي شفته وسمعته يا عم ليله امبارح. بص يا دوله انت هنا يا عم بيت ابن عم حبيبي واللي هيستحملني، ولا عايزني يعني ارجع البلد تاني؟ انت بتهدد؟ ارجع البلد يا رمز، ارجع بلد. بص بسرعه ارجع بلدك يا رمزي. تخيل بقى دولة الكلمة دي وجعتني بقى من جوه هنا. ها انا لو عندي ذرة كرامة واحدة ما كنتش اقعد هنا في البيت ولا ثانية بعد كده.
وانت ما عندكش ولا ذره خالص دولة. اعمل له ايه بقى الواد ده؟ ريح نفسك يا عادل، الواد دهبل وعبيط ومتخلف واجوف من جوه. الله، شايف الكلام دورك. الله يخليك يا بنت عمي. انت ما فيش قدامك غير حل واحد، توديه عند دكتور نفساني، وبعد سنين طويله من العلاج والادويه ونكهربه ونصرف عليه مصاريف خساره في جتته، برضه مش هتوصل لحاجه، هيفضل اهبل زي ما هو. احنا لو جبنا له كونسلت ودكاتره مش هينفع معاه، انا فاهمه كويس. لا يا دولا، انا عندي بقى حل تاني. انت يا ابن عمي تيجي تبيت معايا في البازار، ها، علشان تشوف بعينيك وعلشان تصدق ان انا مش مجنون ولا محتاج جلسات كهربا ولا مصاريف. انا بقى عندي حل تاني خالص، انا بنفسي هتصرف النهارده. Thank you.